الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم ومعلومات مهمة وحلقة في منتهى الأهمية والقيمة العلمية. عملوا مسابقة في أدنبرا، والمسابقة دي كانت عن مين يأكل أكبر كمية من الأكل الطعام الحراق، الحاجات السبايسي. لقوا حاجة غريبة جدا، لقوا في المسابقة في ناس تعرضت إلى إغماء، بالإضافة إلى ناس جالهم مرة واحدة يعني ألم شديد جدا في الجهاز الهضمي كله، وإحساس عنيف جدا بالرغبة في القيء. فالحقيقة درسوا القصة، وطلع بروفيسور تابع القصة قريب جدا اسمه جون بريسكوت، قال انه ده استاذ في جامعة في رئيس تحرير مجلة جودة الأغذية، وقال حاجة مهمة، وقال انه الأكل الحراق يؤدي الى التهاب في الأنسجة. هو طبعا كلام معاد، بس طبعا يعني عملوا له النوع من الاحتفالية، لكن هو احنا عارفين الكلام ده كويس جدا، انه هذا الأكل الحراق يؤدي الى التهاب في الأغشية المخاطية بتاعت الجهاز الهضمي كله، وخصوصا كمان في الجزء الأسفل من الجهاز الهضمي. كله بيتأثر، لكن الجزء الأسفل بيتأثر، وده بيفسر ليه الناس المدمنة على الأكل الحراق. طبعا احنا هنا في مصر الأكل الهندي ملوش شعبية كبيرة، لكن عندنا أكل مصري شبه الهندي، مش لدرجة الهندي، الهندي رهيب، لكن قريب منه. في ناس بتاكل يعني فلفل حراق حراق، وفي فلفل رهيب، وفي شطة جبارة بتتحط على الأكل، في ناس بتاكل أكل متغرق بالشطة. دول لازم ينتبهوا جدا لينا النهاردة في حوار مثير مع ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد النجار. أهلا بك دكتور. منورنا وسعادة غامر. هي نص المعلومات دي من دكتور محمد، أنا قبليها رجعت برضو معاه عشان أعرف بس الكلام. هل إحنا بس أنا اللي عارفه إنه صحيح الأكل الهندي ملوش شعبية في مصر، لكن إحنا بنعمل أكل شبه الهندي؟ أصعب كمان الهندي، والله العظيم حاجة صعبة جدا. إحنا تعودنا في أكلنا نحط كمية من الشطة غير طبيعية، وإذا ما كانش شطة بنغرق الأكل بهارات. خلي بالك إن الحكاية دي صعبة قوي، يعني استخدام الشطة والبهارات بشكل عنيف كده 100% 500% كمان مش 100% بيعمل مشكلة في الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي كله، وخصوصا في منطقة الشرج طبعا يعني. والتمن بيكون غالي. جدا جدا جدا. أحد الأسمان أو أحد الأشكال الحقيقة الخطيرة جدا في أمراض الشرج ما يسمى بالشرخ الشرجي. طبعا ما هو الشرخ الشرجي؟ بمنتهى البساطة الشرخ الشرجي ده عبارة عن جرح داخل الغشاء المخاطي للشرج. هو يعني لتبسيط الأمور أكتر، الشرج ده عبارة عن أسفل الجهاز الهضمي فوقيه شوية حاجة اسمها المستقيم. المستقيم هو الجزء اللي فوق القناة الشرجية، ده طوله حوالي من 6-8 سنتي، عبارة عن جدران للشرج، عبارة عن غشاء مخاطي. يعني إيه بقى أغشية مخاطية؟ للتبسيط برضه، هو عبارة عن النسيج الرقيق جدا جدا اللي بيحوط جدار الشرج زي شفايفنا من جوه كده، حاجة رقيقة قوي. هذا الغشاء المخاطي لما يتجرح، لما يتعور، يعمل حاجة اسمها الشرخ الشرجي. فيبقى الشرخ الشرجي تعريفه هو جرح داخل الأغشية المخاطية المبطنة لجدار الشرج. ده يحصل امتى بقى؟ ده يحصل لما نمر بنوبة من نوبات الإمساك الشديدة شوية، أو حاجة أثناء خروج الفضلات بتبقى الفضلات صلبة شوية أو صعبة شوية، حاجة فيقوم مع محاولة دخول الحمام لإخراج هذه الفضلات يحصل هذا الجرح داخل الغشاء المخاطي للشرج. هو بمنتهى البساطة هو جرح، يعني مفيش أكتر من كده. حتى الباثولوجي بتاعه، يعني المرض في الشرخ الشرجي ده، عبارة عن جرح تعويرة حتى مجروحة داخل الغشاء المخاطي للشرج. لكن دايما بيحصل في الجزء الخلفي عند الرجال، وعند السيدات يحصل أكتر في الجزء الأمامي، هنا بسبب الولادة والحمل وكلام زي كده، وهنا بسبب الإمساك. الجزء الخلفي من القناة الشرجية هو أكتر جزء ما يوصلوش تغذية دموية بشكل ممتاز، وبالتالي أي جرح في الحتة دي يبقى غير قابل للالتئام. هو بالظبط زي ما حضرتك شايف كده، هو قطع حتة مجروحة، ولذلك هو ما هوش مرض، يعني ما هوش حاجة صعبة فيها فيسيولوجي وفيها وحاجات بتتأثر وهرمونات بتطلع ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. هو حاجة ميكانيكية جدا، حتة اتعورت، زي مثلا لما واحد ياكل شويه ومش واخد باله فيقوم عضد حته من شفايفه او حاجه فتتعور، يفضل متجنن يومين ثلاثه لحد ما تخف. هو ده اللي بيحصل بالظبط عند حدوث هذا الجرح داخل الغشاء المخاطي للشرج.
يحصل الشرخ الشرجي، وهو بمنتهى البساطه قطع داخل الغشاء المخاطي للشرجه. هل الاسباب بس للخصر في امساك مزمن ولا في اسباب اخرى؟ في مليون سبب، بس كلها تقع تحت الضغط الدائم داخل الحوض. تحت ان في ضغط دائم على الاوعيه الدمويه على الحوض وعلى الشرج، اشهرها الامساك، اشهرها طبعا. والامساك حط بقى تحتيه مليون الف حاجه، يعني في مليون سبب يعمل امساك. لكن اذا كان المريض عنده امساك 100% اثناء خروج الفضلات من منطقه الشرج بشكل صعب شويه، يتعور، يجرح نفسه، وهو بيحس ده وقت دخول الحمام. يعني الاعراض بقى بتاعت الحكايه دي كلمتين ونقطه، يعني هو جرح، المريض بيحس بايه؟ بيحس بالم اثناء دخول الحمام، يفضل شويه بعد الحمام، قد يطول الى ساعتين ثلاثه اربعه، قد يطول الى طول اليوم كله. وخلي بالك، هو الباثولوجي اللي قلناه في الحته دي عباره عن ان الشرج بيتعور، حوالين الشرج في حاجه اسمها الانترنال سفنكتر او العضله العاصره للشرج، العضلات المسؤوله عن انها تحافظ على جدار الشرج ماشي بشكل مستقيم. اذا الحته دي اتعورت او اذا اخر الشرج ده اتعور، العضلات العاصره دي بتنقبض، يحصل فيها حاجه اسمها استينوزز، انر استينوزز، يبقى بندور في دايره مفرغه، اولها الامساك، الامساك عمل الم اثناء دخول الحمام، فالمريض الجرح، الجرح ده يعمل الضيق الرهيب اللي حوالين الشرج، الضيق نفسه اللي حصل ده. وهو بالمناسبه الضيق ده حاجه مشهوره قوي، والعيان اللي عنده شرخ شرجي بيقول كده بالظبط، انا بشعر ان وانا بعمل حمام ان في ضيق في الشرج. الضيق اللي في الشرج ده بطبيعته يقلل كمان مرور الدم فيزود الشرخ وهكذا، فنفضل ماشيين في دايره، هنا الامساك، هنا الالم، تحت الضيق اللي في الشرج، وتبقى دايره مفرغه. وعشان المريض يخف لازم نكسر حاجه من الحاجات دي، يا الامساك يا الالم يا الضيق حتى اللي في الشرج. الاعراض كده بس ولا في اعراض اخرى؟ نقطه، هي كده بس، الم اثناء دخول الحمام، مفيش اي حاجه تانية غير كده، مفيش نزيف، ما انا هقول اهو، ونزول بعض قطرات الدم. أيوة. هو جرح، فاذا الفضلات تعدي على الجرح ده، اعتبر ان احنا متعورين في ايدينا، ماشيين كده اتعورنا في الاستوديو كده بحاجه في ايدينا، اي مرور الفضلات على هذا الجرح تعمل نقطتين ثلاثه دم. فالمريض ما يشتكيش من نزيف، ما يقولش بقى مثلا زي المريض اللي عنده بواسير او عنده حاجات في القولون من فوق او حاجه زي كده، انه عنده بليدنج بريكتم، لا، ما يقولش انه عنده نزيف من الشرج. هو يقول لما بدخل حمام الاقي نقطتين ثلاثه دم في قاعده التواليت او حتى على الفضلات. تيجي منين؟ بيجي من ان البراز وهو بيعدي على هذه المنطقه يقوم وهو بيعدي يجرح حته كمان زياده شويه، فرجع منزله نقطتين ثلاثه دم، فمش نزيف دموي. وبالتالي ما فيش مريض عنده شرخ يقول انا عندي نزيف وكلام زي كده. اذا كان عنده كده ف 100% عنده حاجات ثانيه الدكتور بيعرفها بالتشخيص والمناظير وكلام زي كده، لكن النقطتين ثلاثه الدم اللي بيجوا مع الشرخ هم نقطتين ثلاثه مش اكتر من كده. فوجع، اذا المريض دخل يعمل حمام يتالم جدا 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 وينزل معاه نقطتين ثلاثه دم، والالم يستمر بقى بعد الحمام. طب الالم يستمر بعد الحمام ليه؟ من انقباض العضله العاصره اللي حوالين الشرج. يفضل عنده حاجه زي ستروبنج بين كده، زي نقح، زي ما دايما المرضى تستخدم هذه الالفاظ، انا بعد ما دخلت حمام توجعت جدا، خلصت حمام بموت وانا بعد الفتره بعد الحمام. وخلي بالك، هو رغم بساطه الشرخ الشرجي، وزي ما بقول لك هو مفيش باثولوجي، يعني مفيش حاجه معقده قوي في الجسم بيحصل لها لازم نعالجها بحاجات وكلام زي كده، رغم بساطته الا انه اكتر امراض الشرج ايلاما. مفيش حاجه بتوجع قد الشرخ الشرجي، يعني اللي عنده بواسير ما يتوجعش زي اللي عنده شرخ شرجي، اللي عنده ناسور شرجي ما يتوجع، اللي عنده ورم داخل المستقيم وحاجه رهيبه جدا ما يتوجعش زي اللي عنده حته تعويره في الشرج. ليه بقى؟ لان دايما بتحصل تحت الدنتيت لاين، في المنطقه اللي مليانه اعصاب حسيه، المنطقه دي حساسه جدا جدا جدا، اذا اتلمست بس لمسه قد كده المريض بيصوت. وبالتالي هو الشرخ الشرجي رغم بساطته لكنه اكتر مرض واكتر الامراض شيوعا واكتر حاجه تخلي المريض يجري جري على الدكتور الحقيقه. يعني هنقف عند الشرخ الشرجي برضه، بنلف وبندور على الانواع. هل الانواع هي مجرد انتيرور وبوستيرور ولا له انواع ثانيه؟ لا، ليه انواع اتقسمت كذا حاجه، يا انتيرور وبوستيرور. انتيرور يعني امامي انتيرور امامي، يعني ناحيه الجهه الاماميه من جدار الشرج، وده يحصل اكتر للسيدات. يعني نقول 90% من السيدات اللي عندهم شرخ شرجي عندها شرخ شرجي في الجهه الاماميه. بطبيعه ان الولاده واثناء مرور البيبي وكلام زي كده، المنطقه اللي اسمها البرينيوم اللي هي ما بين الشرج وما بين المهبل بتبقى ضعيفه، العجان بتبقى ضعيفه. فدايما هو اذا هيحصل فيها شرخ فبيحصل في الحته دي. لكن الرجال دايما يحصل عند الرجاله في الجزء الخلفي بقى، او الجزء الخلفي من الشرج، فيبقى اسمه هنا انتيرور وهنا بوستيرور. لكن في حاجه ثانيه بقى في تقسيمه مهمه قوي، انه اكيوت ولا كرونيك، هل هو حاد ولا مزمن. تقسمت لايه بقى؟ اذا الشرخ ده لسه حاصل حالا في خلال 6 اسابيع، يعني مريض دخل حمام النهارده اتوجع ونزل نقطتين دم وبتاعه ولقى ان في حاجه غريبه ما كانش متعود عليها، هو دلوقتي عنده شرخ شرجي اكيوت، عنده حاد.
اذا المريض ده اتعالج بالدواء بحاجات بس تخلي الانترنال سفنكتر ده يفك شويه، بسيطات للعضلات وشويه كريمات اللي فيها نيتروجليسرين اللي تخلي الدم يمشي في الحته دي اكتر، يخف فورا، يخف بدون ما حتى عمره ما هيعمل عمليات اذا اتعالج في خلال 6 أسابيع من اول مره حصل فيها هذا الالم، اسمه اكيوت ويخف على طول. لكن اذا عدينا الفرصه دي 6 أسابيع دول حتى لو باسبوع واحد وبقينا شهرين ثلاثه بيتحول الى كرونيك، زي ما حضرتك شايف في الصوره كده بيطلع قدام الجرح ده حته زائده جلديه اللي احنا بنسميها السكين تاج او السنتينايل بايل، هي الحته الصغيره اللي خارجه فوق الشرخ الكرونيك، فوق الحته المزمنه اللي هي في اسفل الشرخ. ايوه الحته اللي خارجه دي، وفي فوق برضو حاجه تكونت فوق. ما هي فوق وتحت يطلع قدامها، احنا بنسميها سكين تاج، حته فوق وحته تحت. خلي بالك بقى اهو زائده جلديه، زائده جلديه. لو دكتور مش واخد باله قوي او مريض مش واخد باله او حاجه يتخيل ان دي بواسير بما ان حته خارجه من الشرخ حاجه، لكن هي الحقيقه حته جلده ملهاش اي قيمه على الاطلاق غير انها بتبقى تيجي مع الشرخ اذا كان كرونيك. وانا رايي ان ربنا خلقها لنا عشان الدكتور يعرف اذا كان ده اكيوت ولا كرونيك، لان مع الشرخ الحاد ما بتظهرش، مفيش حاجه من الكلام ده. لكن اذا كان الشرخ مزمن يبدا يظهر هذه الزائده الجلديه، وكل المرضى اللي عندهم شرخ مزمن بقالهم سنين انا متاكد 100% عندهم هذه الزائده الجلديه. واحيانا اذا كان مريض عنده نوعين، يعني مريض عنده شرخ امامي وشرخ خلفي، فيبقى فوق حته زائده جلديه وتحت حته زائده جلديه. ولذلك فرصه نقول للناس ان اذا دخلت الحمام النهارده، وانا رايي ان المعلومه دي اذا حد عرفها النهارده بس من كل الحلقه فاحنا يبقى فدنا ملايين الناس. اذا دخلت حمام في يوم من الايام اتوجعت جدا كاحساس ان حاجه بتتعور، حط بقى يعني ناس توصف الحكايه دي بكذا وصف، يقول لك انا حاسس ان بتعور، انا حاسس ان مثلا في حاجه بتشكني، انا حاسس ان انا في دبوس يعني. انما هو احنا بنروح في الاخر ان في جرح، احساس الجرح ده اذا حصل وتعالجت في خلال 6 أسابيع انت هتخف 100% بدون ما تروح تعمل عمليات. لكن اذا عدت عليك بقى 6 أسابيع دي والفتره الذهبيه دي راحت، مستحيل مستحيل تخف بالدواء. هيبقى هدف العلاج بعد اذا كنا بقى شرخ شرجي مزمن، هدفه ان احنا نغطي بس الشرخ، اكن عندنا شرخ كده على الحيطه بنحط فيه برواز، ما بقاش الشرخ موجود بس احنا شايفينه، احنا مش شايفين بس هو موجود. فلذلك اذا تعالجنا في الاول نخف، اذا ما تعالجناش 100% هنعمل عمليه لاصلاح هذا الشرخ الشرجي المزمن. عظيم. الفحوصات بقى والتحاليل اللي هنعملها لهذه الحاله عشان نعرف ان ده، لان احنا برضو حضرتك حطيت لنا معضله انه ممكن جدا يلتبس على الناس امر ان دي بواسير بان في هناك بروتروجن او بالزبط. بروز، ممكن نشك من الالم ان ده ناسور. لا انت قلت لي ده الناسور والمه ولا حاجه طبعًا. بس احنا عندنا الديفرنشال دايجنوستيك. صحيح صحيح. التشخيص 70% يعتمد على الفحص الكلينيكي في العياده وشطاره الدكتور من وصف للاعراض، انه برده يبقى مخمن كده قبل ما يقوم على السرير يشوف العيان، بيبقى عارف شويه لحد ما العيان ده رايح ناحيه ايه. لكن في بنظير، في حاجه اسمها بروكتوستيشن، عباره عن منظار كده بندخل على كاميرا صغيره قوي حتى من غير تحضير ولا اي حاجه، بنخش نعرف اول 3 سنتي في الشرج فيهم ايه، ما بنعرفش نشوف جوه، احنا بس بنشوف اول 3 سنتي على كاميرا كده على مونيتور، حاجه لطيفه جدا، بنشوف بالظبط عنده ايه. شرخ الشرج بيبان جدا جدا، بقول لك بنلاقي تعويره كده، لكن مفيش تحاليل نعملها نعرف اذا كان ده شرخ ولا بس. هو دايما امراض الشرج تعتمد على الفحص الاكلينيكي وعلى المناظير وعلى شطاره الدكتور، على ان الدكتور فاهم قوي ان قد تكون دي حته زائده جلديه مش بواسير. وخلي بالك هي المجال ده الحقيقه يحتاج واحد شاف كتير، ما شافش حاله او حالتين وخلاص على كده. وكل ما كان الدكتور متخصص اكتر في الحته دي كل ما يبقى عارف يفرق قوي بالحكايه، حتى من قبل ما يشوف العين، حتى هو بيسمع في التليفون لو واحد بيكلمه يقول له انا عندي كذا، يقدر حتى يقول له انت رايح فين. فالفحوصات اللي نعملها 70% فحص اكلينيكي قد الدكتور ما يطلبش اي فحوصات او حاجه، و30% اذا الدكتور شايف ان في حاجه متغيره، زي مثلا واحد بيقول انا متالم قوي بس عندي دم كتير قوي، هل ده يمشي؟ لا طبعا، قد يكون الحكايه كمان كومبايند، قد يكون مريض عنده بواسير وشرخ شرجي. وهنا بيبقى دور المناظير مهم قوي، ان الدكتور يعرف اذا كان ده عنده شرخ ولا عنده بواسير ولا عنده حاجه اكتر من كده. هل هناك يعني كل حاله لها طريقه تشخيص معينه تيلورد ولا كله اسلوب واحد؟ لا تختلف طبعا الحقيقه. يعني الشرخ الشرجي يعتمد على الفحص الاكلينيكي زي ما قلنا وعلى بعض المناظير البسيطه قوي. بس هل الشرخ الشرجي ده ممكن يبقى ممتد لجوه اكتر، فالدكتور يتخدع انه شايف جرح طوله 2-3 ملي او حاجه بس مش واخد باله من اللي جوه؟ جدا، وهنا يجي دور المنظار. لكن اذا كان الشرخ الشرجي بسيط والالام بسيطه والحكايه ماشيه كلاسيك قوي مع الالم وكلام زي كده، ما بنحتاجش نعمل اي مناظير او حاجه، ويبقى الفحص الاكلينيكي ده كافي. وارجع بقول اذا كان الحكايه في خلال 6 أسابيع المريض هيخف من غير اي عمليات،
إذا كان المريض عدى الست أسابيع دي وبقى له سنة وسنتين وثلاثة، بيبقى هدف العلاج هو فقط لتخفيف الأعراض، وإحنا بنقول كده للعيانين عندنا. الحمد لله إحنا يعني في العيادات عندنا فريق طبي كبير قوي، قوامه يمكن حوالي 10-11 دكتور أو حاجة، وكل واحد كمان مش بس متخصص في أمراض الشرج كده، حتى عموما ده إحنا عندنا دكتور متخصص في الحتة دي بالذات بتاعت الشرخ الشرجي، ودكتور بيعالج النسور بس، ودكتور بيعالج البواسير بس، وهكذا. وما يبقاش برضو يعني الحكاية قايمة على فرد، هي الحكاية قايمة على طريقة علاج، على طريقة 5-6-10-11 واحد مجتمعين، كل واحد متخصص في حتة قوي بيقول ايه الحكاية. فالدكتور اللي بيعالج الشرخ الشرجي ده يقول الحتة دي بالذات تتعالج ازاي، انت تتعالج بالدواء، هل انت محتاج تعمل عملية، هل انت محتاج تعمل عملية طارئة في خلال يومين ثلاثة، ولا ممكن تعمل عملية ترتب لها حياتك بعد 10 سنين من النهاردة. هيا يعني الأساليب العلاجية دايما انت بتبهرني بانه عالم الجهاز الهضمي السفلي انطلق من حالات او من أساليب علاجية نقدر نقول كلاسيكية فيها شبه مشاكل الى أساليب علاجية رائعة. ايه الأساليب العلاجية؟ هو التطور في هذا المجال مبهر يعني الحقيقة، مبهر إلى أقصى درجة وسريع وحاجة وورلد وايد الناس كلها بتتكلم عنها. يعني مثلا خلينا على عن الشرخ الشرجي بس النهاردة، مش احنا قلنا ان هو جرح داخل الشرج، خلاص بقى احنا هنتكلم على المريض اللي عدى 6 أسابيع واحنا خلاص هنعمله عملية. هنعمله عملية ازاي؟ كانت تعتمد الحكاية دي على ان الشرخ الشرجي الجرح ده لا يلتئم، لان العضلة العصيرة اللي حوالين الشرج قافلة على كل الاوعيه الدمويه اللي ممكن تروح تحمل انسجه ودم وخلايا ووي عشان الحته دي تلتئم وتخف. فكان هدف العمليه الجراحيه الكلاسيكيه القديمه ان احنا نقطع هذه العضله، العضله المدوره دي نفتح نخليها زي حرف يو كده، نعمل حاجه اسمها انترنال سفنكتروتومي. سفنكتروتومي يعني قطعنا هذه العضله عشان الدم يمشي فالمريض يخف. لكن كان قطع هذه العضله قد يحط المريض في ريسك وان كان بسيط ان يحصل حاجه اسمها فيكال انكونترنس او فليتس انكونترنس، انه لا يتحكم جيدا في مرور البراز او لا يتحكم جيدا حتى في مرور بعض الغازات او حاجه. طيب الحكايه دي اتعالجت ازاي بقى دلوقتي؟ بقينا بنعمل حاجه اسمها ليزر سفنكتروليسز، بقينا بنعالج الشرخ الشرجي باستخدام الليزر. ازاي بقى؟ بقينا بنكوي اولا الشرخ الشرجي. الليزر ليه قدره رهيبه على لم الجروح، على ان احنا لما نسلط اشعه الليزر دي على الجرح بدل ما هو واسع كده يلتئم لانه يبقى خلاص خط صغير. لكن اهم حاجه بقى ان نيجي على العضله دي بدل ما كنا نقطعها باستخدام الجراحه، احنا بقينا بنعملها ريليز، بقينا بنحافظ على دائريتها. يعني بدل ما هي مقفوله كده كنا هنقطعها مع الجراحه، لا احنا دلوقتي هنحافظ على انها دايره، ما بقتش حرف يو ولا مفتوحه ولا حاجه، لكن بقت مفتوحه. بمنتهى البساطه اعتبر ان احنا عندنا استك لفينه كده حوالي 20 لفه حوالين بعض، كان ممكن نقطعه مع الجراحه، احنا دلوقتي مش هنقطعه، احنا هنفك من 20 لفه دول 10 لفات. فالاستك اللي قافل قوي ده هيفك يفك يفك الى انه يرجع الى القطر الطبيعي. دلوقتي الحكايه دي بقت بتتقاس بمقاسات، يعني حتى ما بترجعش الهواء الجراح زمان يعني بنطلع الفكر ونقطعه وخلاص، لا دلوقتي بقى الماشين اللي هو جهاز الليزر ده، والحقيقه يعني جهاز عظيم الى اقصى درجه، يعني بقى بيخش يقيس العضله دي قافله قد ايه، وليكن مثلا 20% 25%، ويطلع كميه الليزر على قد قفلان هذه العضله. يعني حتى ما بترجعش لان الجراح يشوف، يفضل واقف بالليزر مثلا لحد ما يشوف ان كده بقى كويس، هو ما بقاش بيشوف. هي بقت حكايه كلها مدروسه، قايسين بالظبط العضله دي قافله قد ايه، نفتحها الى القدر الممتاز طبقا لخروج كميه الليزر من الجهاز الحقيقي. وبالتالي بقت الحكايه ما بقتش جراحيه خالص، احنا بقينا بنعمل للعيان العمليه ونراهنه ان مثلا عملنا له عمليه الصبح الساعه 9 الصبح، بنراهنه ان 9 بالليل يبقى بيخرج يتفسح، خصوصا اللي عنده شرخ شرجي، لان ما عملناش اي حاجه فيها الم، ما عملناش اي حاجه فيها شغل كبير ومتقدم زي مثلا اللي عنده نسور ولا عنده حاجه زي كده. الشرخ الشرجي بمنتهى البساطه جرح كوناه، حاجه يمكن ما بتوجعش خالص، وبعدين العضله اللي قافله دي عملنا لها ريليز، ريحناها الى القطر الطبيعي. زي ما بقول لك احنا بنراهن عين الصبح يعمل عمليه وبالليل يبقى بيتفسح. فمع الجراحه الحكايه دي كنا بنقعد 3-4 أسابيع، يعني على ما يبدا الجرح ده يلتئم والجرح اللي احنا قطعناه في العضله الله يلتئم وكلام زي كده. دلوقتي بقت الحكايه زي ما بقول لك بتحصل في دقائق بالظبط يعني، وبعد الدقائق دي المريض يبقى كويس جدا الحقيقه. فخور ان انت معنا في 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 الله يخليك، واضافه عظيمه جدا وشرح رائع جدا لكل الامراض، وبستمتع جدا بفهم لمنطقه مهمه جدا في الجهاز الهضمي، فانت الحقيقه اضفت لنا الكثير وانا متشكر جدا. الله يخليك، متشكر قوي. الله يخليك ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد النجار، كان مبدعا في واحده من حلقاتي ومحاضراتي الهامه جدا
الشرخ الشرجي والديفرينشال ديجنوز او التفريقات التشريحيه التشخيصيه بينه وبين امراض الشرج الاخرى. خليكم دايما مع الناس الحلوه. انا عايز اشرح لكم حاجه يا جماعه فيما يتعلق بمشكلات الثدي عند المراه وايضا عند الرجل. في حاجه اسمها التثدي عند الرجال. الثدي بالنسبه للمراه منطقه حساسه جدا. هي المنطقه الانثويه الظاهريه الاولى للمراه. يعني من بره الناس بتقول انت فرق راجل من ست بوجود الثدي. الهرمونات في جسمك وتحك ادرى مني في الكلام اللي بقوله هي عباره عن سيمفونيه بتتعزف بمقادير معينه. لو حد هرمون منهم طلع عمل نشاز في هذه بيعمل خلل السيمفونيه.